وينضم إلينا من غزة المهندس بسمان العشي مدير مركز الوفاء لرعاية المسنين. سيدي، نريد أن نسلط الضوء على فئة المسنين، كما نعلم جميعا أن هذه الفئة هي فئة حساسة ولها وضعها الخاص. كما تابعنا في التقرير أن وضع كبار السن الفلسطينيين يختلف عن وضع كبار السن في المجتمعات الأخرى. أريد أن نسلط الضوء على ذلك، وما هي ظروف هؤلاء التي دفعتهم للتوجه وأيضا للبقاء في دور السن المسنين؟ أولا شكرا لاستضافتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مركز الوفاء لرعاية المسنين هو المركز الوحيد في قطاع غزة الذي يأوي المسنين. هذه الفئة هي ليست كالفئة التي يأويها الغرب من دور مسنين في أمريكا أو في أوروبا. هذه الفئة هي فئة مسنين معاقين غير قادرين على الحركة، وهي في نسبة في زيادة في قطاع غزة. فإحنا نأويهم من ليس لهم أبناء وليس لهم مأوى، ويحتاجون إلى العناية الصحية الكاملة الشاملة على مدار الساعة. هؤلاء الناس نحن نأويهم مدى الحياة مجانا بدون أي مقابل. صحيح، هم ليس بمنأى من الصعوبات والظروف التي يواجهها قطاع غزة. طيب، ما نسبتهم وما هي أحجامهم أعدادهم؟ حقيقة في غزة أعدادهم تقريبا ممكن تصل ل 80 ألف مسن موجودين في قطاع غزة، اللي هم فوق 60 عاما. لكن 35% من هؤلاء المسنين إناث وذكور يعانون من إعاقات حركية، أي أن هم غير قادرين على العناية بأنفسهم. المركز مع كل طاقاته وكل حجمه غير قادر أن هو يعتني بهؤلاء جميعا، فيأوي من ليس مأوى لهم. طيب، ما هي في قطاع غزة الخدمات والآخرين التي يقدمها والتي هي باستطاعة هذا المركز؟ ما هي الخدمات أو التي يقدمها والتي هي باستطاعته لتقديمها؟ نعم، لهم المركز يقدم للناس اللي هم عايشين في نفس المركز، اللي هي العناية الصحية، العناية النفسية، المأكل، الإقامة 24 ساعة، النشاط الاجتماعي. لكن الناس الآخرين اللي هم غير قادرين على الحضور للمركز، نظرا لأنه المركز بحجمه واتساعه ما يقدر يتسع أكثر من 45 مسن، نحن نتواصل معهم حتى نوفر لهم الاحتياجات الطبية والصحية بقدر المستطاع. لكن بالوضع الحالي والاقتصادي والحصار في قطاع غزة أدى أن احنا نلغي بعض المشاريع اللي هي نذهب إلى بيوت المسنين حتى نساعدهم. اضطر هذا المشروع وقف من تقريبا سنة نظرا للوضع الاقتصادي في قطاع غزة، لكن احنا ما زلنا نعتني بمن هم في مركزنا ونعطيهم العناية الصحية والنفسية ألا توجد والاجتماعية هناك والثقافية. أي منظمات سواء محلية أو الحكومة تدعم هذا المركز أو باقي دور المسنين؟ الحقيقة إن المساعدات أو تأتي من أي حكومة، ما في عندنا أي مركز أو جهة رسمية تدعم هذا المركز. كل الدعم يأتي من أهالي قطاع غزة، وهم أهالي الخير والعطاء في قطاع غزة. فالحقيقة المركز قائم منذ 40 عاما على التبرعات المحلية من أهالي الخير في غزة. طيب، من هذه صدقات التبرعات وزكوات. لكن هل ما تكفي لسد احتياجات أي جهة رسمية تدعمه مباشرة؟ هذه التبرعات هل تكفي لسد احتياجات المسنين وإلى متى؟ كانت من تقريبا من سنة ونص أو سنتين كانت تكفي لغاية 70% من احتياجات المسن، لكن الوضع الاقتصادي الحالي أدت أن هي انخفضت تقريبا ل 80%. احنا غير قادرين على
استمرار في العمل، فأدى العملية أن احنا قلصنا بعض الموظفين زائد التقليص في الرواتب حتى الموظفين حتى نحن نستمر في العمل، لأن أنا ما بقدر أخفف الأدوية أو أخفف الطعام أو أخفف الصحة النفسية للمسن، لكن بقدر أخفف الرواتب حتى نحن نستمر في العمل. إذا الموظف في المركز بيأخذ من 500 شيكل 300 شيكل شهريا وغير منتظمة، فإحنا الحقيقة ما بنقدر نقصر في خدماتنا للمسنين. صحيح. لكن مع كل وضع هذه أهل غزة بخير، والمعونات العينية ما زالت تستمر وتصل إلى المركز. شكرا جزيلا لك المهندس بسمان العشي مدير مركز الوفاء لرعاية المسنين، كنت معنا من غزة.